من نهار ولات كتستعمل تطبيق ميدي تيليموا، نادية دابا كتعيش حرية كبيرة. ولات كتعرف تسير النماري ديالها، تبع السولد، تشارجي حسابها، تخلص الفواتير ديالها من بلاصتها. ولا كل شيء عندها ممكن مع ميدي تيليموا. تقدر تعرف عناوين جميع وكالات ميديتال بالتفصيل وغير من تليفونها. ومن نهار اكتشفت ميديتال موا، نادية ولا عندها عادي تشغل الرنة اللي عجبتها باش حبابها ما يملوش وهما كيتسناوها في التليفون. صحابتها اللي تقدر تعرض عليهم للسينما كل ثلاث حيت عندها تيكي فابور مع عرض سينيداي. نادية ولات كتعرف الصغيرة والكبيرة على جديد ميديتال، وهذا الشيء اللي خلاها تكون زبونة قريبة منا، حيت مع ميديتال موا فضاء الزبناء بخدماته كلها بنيديكم.